بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. كم عزمتم واجتهدتم في الليالي، كم سهرتم وتفوقتم وفزتم، باركوا للفائزين، باركوا للفائزين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. يومكم يوم الحصاد، ما زرعتم باجتهاد، لم تميلوا للسهاد، خاب سعي النائمين، خاب سعي النائمين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. دونكم هذه أريج، ذوق عراقي يهيج، وجهها السمح البهيج، قد حوت عقل الرزينة. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. هذه حصة الربيع بحياها في الطليعة، نعم ذي البنت المطيعة، أحسن الدنيا ودينا، أحسن الدنيا ودينا. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. ثم ذي درة جميلة ذات أخلاق نبيلة، تلك رمز للفضيلة، جنبت طبعا مشينا، جنبت طبعا مشينا. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. فنها بنت العتيب ذات نشاط عجيب، وعلى نهج الحبيب تتخطى السائرين، تتخطى السائرين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. كلكم جد وهمة، وعلى الأخلاق قمة،
في خطوب المدلهمة قدوة للحائرين قدوة للحائرين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. بركت كل الجهود إذ وفيتم بالعهود كلنا ضمن الشهود لمساعي المحسنين لمساعي المحسنين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. في سني الثانوية كانت الدنيا هنية مثل ما قلب الصبية. حردي سي حفلتي سبعة وهم تاجنا هاي أدي آدم ومهد علنا يا وحاول علمي جا ماشي عن كبرني أنا كا مركا كهذا لأنه أضياشة وأضياشة وشيء جاي لبعض السلادات مغرب العشاء بعملها إسكفدي سنة مركا سلادة عن كبرنا أنت حافظ اللي هذا الهاي دجها محكوا قادنا أنك درنا قالن كي يبوجي وحكوا قاتان أو أرديدي مركا إله ومهر له واحد بدن يعني كفائدني واحد بدن أو بدن بن كفائدني سيد عارجة وحافي عن هدي هذا الكتاب كا هذا أنت صو قدرت هذا شيء التوس وقد جي سنين ومركا هذا هن حرتي كفائدي سنيسي إن مركا ويرته دجها دوحكوا قادته مركا أرديه داس دجها وحكوا قادني سان كمده هنا هناك خير الله سيو وحبذنا كفائدني حد يوحي كدم بين أساس وبيهاني سان إن شاء الله كريم حوي قال الله وقال الرسول وذاتك كويرة هذا وين دجها وتأكتا عشر كاس ومحوه سكدافع مالك سوى محاضر كجرتو حد يقال الله وقال الرسول محوه هاي ماشى سيده لجوده دجاه وحكى سوى قادو حد هذا قلن يو محوه هذا الكتاب هذا وحكى سوى قادنين مركا واتاس أضياشان كل دردار ميا دل يرى ذن قير الله سيو مسجدة إنك عمري مركي هلك مسجد كان لفير مغرب كمرك لقته جو مغرب كمرك لتكده أنت هريسة واحد جاي سنيسو دل يرى أبدا أضياشان الدرب جاس أسكتي تيرنا لكن أنت واحد جاي ستة دل يرى أبدا قير الله يدين سيو إله يدوم كان فعو شيخنا إلهي أجر هاك السيو محوها تأساسا كاقب حياة أنا وحا نكسو دويني ميكروفونك حجي عبد الله عمر. بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب الرئيس وضيبان هاي وشيخه aadi aad bi gayri hay amri ahaan in odayanahay marka taala ogaada marka aan taa ka gudubno waxa sharaf ino ah in aan ka soo qayb galo dhamaanteen xaflada khatinka riyadu salihin sheekhu muddo dheerayd uu soo akhrin hayay oo ino sheegay caawa sharaf weyn bay nootahay aadi aad waxaan ugu mahadcelinaynaa marka koobaad iyo labaadba haweenka iyo dhakhaatiirta iyo culimada iyo dhalinyarada dhamaan dadka soo qayb galay waxaan leenahay wajazaakumullahu khayran khayral jazaa intaas hadaan mahadcelin kaga baxo waxaan ku bilaabayaa mahadcelinta koobaad fadilatu sheekh xasan xuseen aadan ilaahay hayno barakeeyaan leenahay ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo ciyaalkiisa allah ha barakeeyo awlaadisa allah ha barakeeyo xertiisa allah ha barakeeyo haddii aad aragtaan dacwo taagan dad baa garab taagan oo had iyo jeer waxa weeye gacanta midigu ah inta garab taagan
ee anagu waxa weeye xasaaneen iyo arday kale ku soo birtay baan kala ahayn marka waxa weeye ragba ee waligeed ba garab taagna ragaana waxaan leenahay Allah barakeeyo ee sheekheena Allah ino barakeeyo ee waxa weeye kitaabka Riyad Saalihiin ka waxrinayay ee kitaab kaliya ma ahayn 10 kitaab oo isku jira ayuu aha juhdiga iyo meesh wax ka soo bixinayo iyo dadaalka uu gelinayo ee waxa weeye rag inta badan ee ragii soo akhriyay bay ahaayeen haddana rag badan oo la sheegay anigu caamaan iska ahaay waxay ugu dhahayn waaban wareernay ba meelaha masuuliyinka laga soo bixinayo ee aad iyo aad baan ula yaabnay marka fadiilada sheekh waxaan leenahay ajri xasanad allah kaasiyo ee miisaankaagana allah saaro ee waxaan kala leenahay een markuu sheekhu dadaalo oo wax akhriyo waxa loo baahan yahay dad risaaladi ka xambaara ee marka waxa weeye in la helo een dad ee risaaladi xambaara oo sheekhi waxa weeye malakumood buu leeyahay uu dhimanaya dad ee waxa weeye risaaladi qaada in la helo loo baahan yahay aniga iyo in badan oo ku jirno ee kitaabka markaan meesha ka baxno kitaabka meel baa iska dhigeynay laakiin waxa weeye rag badan oo dadaal hayaana way jireen marka inaan dadaalo arinta iyadana waa loo baahan yahay ee waxa weeye intii anagu aan meesha fadhinay kitaabka dhageysanaynay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanayn masaajidka tanziimkiisa ragga ka shaqeynaya imaamka qaari qaariga iyo ragga la shaqeynayayba sida uu maartay habsamida ugu socdo ee maartay aan ugu faraxsanayn baan aad iyo aad ugu mahadcelinayna ee waxa arkaysa masaajidada qaar safkoraan la isku dagaalamaya ee dhaxdiisa la isku feerahaya waxa way masaajidka waxyaabaha kumaana arkay masaajid tanziim loho ee magribka hataa timaada hataa safkor iska banaaya oo ninkii galahay iska galahay een iyo aha aad iyo aad bay ugu mahadsan yahay arintan ayaan ugu mahadcelinayna ee waxaan leenahay Soomaalida meesha joogtay Islaamka meesha jooga qarnigiiba waxa way ninba ino soo kaca marka sheekhan qarniga ninkii ino soo kacay way Ilaahay ino daayo Ilaahay ino daayo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa een ninkii la dhaho Haaji Hussein oo guri walba een u dirahay cashirki Mareykan Europe meel walba adduunka waxa way aroorti marka soo kacdo salaas wax marka soo baad cashirki aad oo haysta arkaysa cashirki baad ku cishanaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa qaybta maarta ee miidiyaha sidee u shaqeynayeen een aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayna een inta markaan ka gudbo ee sheekh waxaan ka codsanayna kulli kitaabka la bilaabi doono nin walba kitaab wataa oo kitaabka in la bilaabo jecel yahay marka kitaab idinku aad noo xusheen oo kitaabkan ku xiga in loo bilaabana aad baan u jeclaan lahayn ee xirta anoo ku hadlay afkooda waxa kale oo jeclaan lahayn bacda maghrib dadku waa waxa way iska qarafaysanayaa oo magaalada iska galayaan wixii hataad aad u akhrinaysaa saacadaha kala taas waxa weeye sheekh iyo xirta ay jirtaa laakiin anaga in maghrib bacda maghrib kitaabkii la bilaabayo in loo bilaaban aad iyo aad u soo dhaweyn laha inta hadaan kaga baxo waxa meesha ii yaala bac yar ba meesha ii taala sheekh adiga hadii aad la siinayo in gabdh iyo geel iyo wax la siiyo ficnaan lahayn marka bac yar baa leeyahay bac yar baan soo qaaday marka insha Allah sheekh waxaan leenahay bacda barakeeyo ee Allah ku barakeeyo geel iyo gabdh iyo wax soo qaaday marka waqtiga waa inagu dheeraaday dadku waxa weeye xafladii iyo hilibkii iyo hawlihii bay sugayaane ee kulli aanu taasan ku soo gabagabeynayaa wixii aan ku qaldamayna raali laga hadlo wixii aan saxayna ee waxa weeye Ilaahay baa ku maasan wa jazaakumullaahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaah thumma salaatu wa salaamu ala rasuul intan duceeyni horta laba kalima bas adilli iraado barito ummadi kulli waa la halaagaya laba reerun baa soo hareerun baleena arab iyo soomaali لأن المصطفى قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وح خير هيا مانت ودادالا يا وأنا عرب يؤذنك سومالي ذا مرك إلهي ذين بركيو بإذن الله تعالى وحرجينا بالإخلاص أنا قلبي إن حاضرة إنا نراد آمين اللهم لك الحمد كله لك الملك كله وبيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهلا أنت أن تحمد
فأهلا أنت أن تشكر، فأهلا أنت أن تعبد، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وانعم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين. اللهم على أبينا آدم وأمنا حواء، اللهم اغفر لوالدينا ولنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. أسألك ربي بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالوحدانيتك أن تحبب إلى شيخ حسان وإلى والديه وإلى أهله وإلى أولاده وإلى أولاده. اللهم اتعنا ببقائه، اللهم اتعنا ببقائه وجميع العلماء العاملين وجميع العاملين بعلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك على أرضك تحت سمائك. اللهم اقض في قلوبنا جميعا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أسألك ربي لأمة المصطفى قائدا ربانيا عامة، ولأمة الصومال خاصة قائدا ربانيا يسمع كلامك ويسمعهم وينقاد إليك وتقودهم ويحكم بكتابك وتحرسه، قلبه متعلق في مسجد الأقصى وقيادته في مسجد المصطفى، وشعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أسألك ربي بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالوحدانيتك أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع حبيبي ومصطفى صلى الله عليه وسلم. انت هنوسن إلى عافية وأخونا أبوه الرئي وأذقان أكمدية إله كل عافية أرحم الراحمين إلى أمدا سومالي ذلك قادي هذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك، شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل دائرة سوء عليهم، احسهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. إنك إن تغادرهم يذلون عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا. اللهم عليك بعلماء السوء في الأرض كلها، أهلكهم يا قوي يا عزيز. سبحان من يرانا ويعرف مكاننا ويرزقنا مع ذنوبنا ولا ينسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فجزاكم الله خير الجزاء. مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. في جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى، وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين، في ثناء المرسلين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين.